لما هندور على واحد يكلم النخبة مش هنلاقي غير الحقيقة شيطان جديد عماد الدين أديب. عماد الدين أديب في مقال في الوطن كاتب كلام غريب قوي، اسمع بيقول ايه. بيقول: بشرى للعرب، إسرائيل مديرة شؤون المنطقة. بيقول لك: لابد أن نواجه أنفسنا بالخبر المؤلم والحقيقة الصادمة أن دولة إسرائيل هي رئيس مجلس إدارة المنطقة الشرق الأوسط منذ فترة، ولفترة ما بين متوسطة وطويلة. وقوة إسرائيل هذه تطورت لثلاث أسباب جوهرية: قوة المشروع والالتزام الإسرائيلي، ما تعرفش الإيه، يعني قوة الالتزام الإسرائيلي الإيه لليهودية للصهيونية. اتنين، ضعف الطرف العربي الذي لا مشروع له مضاد، أما النيوم فين. ثلاثة، خدمة النظام الدولي وإيمان كبار اللاعبين فيه بالمشروع الإسرائيلي وازدراءهم واحتقارهم للتخبط الاستراتيجي العربي. باختصار، نحن الآن نعيش بدايات الحقبة الإسرائيلية. أقسم بالله ده كلام توفيق وكاشة يعني، وهي مرحلة سوف تلعب فيها تل أبيب دور عاصمة عواصم المنطقة بوصفها القوة العسكرية الأكبر والمشروع الاقتصادي الأكثر تنافسية والتقدم التكنولوجي الأكثر تأثيرا واللاعب الأمني الأكثر هيمنة في المنطقة. هذا كله يجعل إسرائيل للأسف الكعبة الأساسية في المنطقة، بحيث إذا أراد أحد شيء من واشنطن، كلام توفيق عكاشة، أو موسكو أو بكين أو نيودلهي، فإن المفتاح سيكون في تل أبيب. أيوة بقى كده الناس تشتغل عشان السيسي لما يوافق على مشروع عامير عفيفي اللي هو 10% من سيناء يلاقي بقى حاضنة شعبية تحتضن الكلام ده. أمال أنت عايش مية البطيخ؟ تعال لي بقى هنا. ده هو نفس كلام توفيق عكاشة بس بكلام نخبة، كلام مثقفين. هنا بقى بيقول إيه بقى؟ بيقول لك لازم ننضم لإسرائيل. ليه؟ لأن إسرائيل رغم أن عددهم 8 مليون بني آدم لكنهم أصبحوا قوة في العالم، لأن إسرائيل أصبحت من أقوى جيوش العالم، لأن إسرائيل اقتصادها بقى رقم 16 في العالم. هو كاتب كده في المقال: إسرائيل بقى اقتصادها رقم 16 في العالم، إسرائيل بقت من أقوى جيوش في العالم، إسرائيل بقى عندها قوة تكنولوجيا. عشان كده وإحنا ضعاف قوي لازم نتحضن في إسرائيل. لكن يبقى السؤال يا أستاذ عماد، إذا اعترفنا معاك بأن إحنا ضعاف قوي وأن إحنا محتاجين قوة نقف معاها واللي ملوش كبير يشتريه كبير، صح؟ أنا معاك يا أستاذ عماد في ده، بس مش شوية كده. طب أروح لإسرائيل ولا أروح لتركيا؟ تعال نشوف كده القوة الإسرائيلية جنب القوة التركية كده. ما هو واحد دلوقتي يقول لك: ايوه معمد عنده حق، اسرائيل هي مديرة المنطقة وبتاع، لان اقوى اقتصاد واقوى جيش. طب ما تيجي نحط اسرائيل جنب تركيا، حط الدولتين دول جنب بعض في عدد السكان، في الاقتصاد، في قوة الجيوش، حتى في التكنولوجيا. اقوى 20 دولة في الاقتصاد العالمي، تركيا في المرتبة 18 والسعودية 19. ترتيب الجيوش في الشرق الاوسط، تركيا هي في العاشر، اسرائيل 11، مصر 18. يعني خليك بس علي، يعني في ترتيب الجيوش الجيش التركي اكتر اهو قدام حضرتك في الترتيب العالمي اهو في الشرق الاوسط. خليك اصغر تنقل يا علي. ترتيب الجيوش في الشرق الاوسط تركيا رقم 1، رقم 10، انا اسف، رقم 10 على مستوى العالم، اسرائيل 11 على العالم. تعالى بقى في الشرق الاوسط، تركيا رقم 1، الجيش الإسرائيلي رقم 2. يا عمادي أديب، الجيش التركي أقوى على الشرق الأوسط وأقوى في الترتيب العالمي من الجيش الإسرائيلي. أدي واحد. الاقتصاد يا عماد، إذا كان اقتصاد إسرائيل رقم 16 يا مزور يا هجاص، فلماذا لم تدخل إسرائيل نادي العشرين؟ إذا كان الاقتصاد الإسرائيلي زي ما أنت بتقول، أنا بفهمش الاقتصاد يا عماد، بس إذا كان اقتصاد إسرائيل رقم 16 زي ما أنت كاتب في المقال، فليه إسرائيل مش في الدول العشرين؟ ها؟ أدي الدول العشرين يا إسرائيل، أدي الدول العشرين يا أخ عماد، ليه إسرائيل مش في الدول العشرين؟ ده السؤال بقى، لأن الأخ عماد عايز يزور لنا ويقول لنا لازم نحتضن إسرائيل. أدي بقى، بص أدي دول العالم كده بيدخلها. ده بيقول لك إيه بقى؟ بيقول لك الناتج القومي الإسرائيلي مش عارف كام تريليون، وطبعا ضرب رقم
قد يكون مش حقيقي اصلا يعني، بس تركيا اهي قال 300 وحاجه الناتج القومي الاسرائيلي 300 وحاجه، انا بس مش فاكر الرقم قوي بس قال 300 وحاجه. ادي الناتج القومي لتركيا 799 مليار ونص. انا بس لو حد يطلع لي الناتج القومي اللي كتبه عماد لاسرائيل، يعني قال اسرائيل اقتصادها رقم 16، اقتصاد الجيش الاسرائيلي من اقوى جيوش في العالم، قال ان التكنولوجيا المتقدمه في اسرائيل، انا بالارقام اهو تركيا داخل الدول العشرين في العالم، اكبر اللي هي منظمه العشرين اقوى 20 اقتصاد في العالم، اسرائيل مش فيهم بلاش كده. تركيا الحقيقه جيشها من اقوى الجيوش في اقوى من جيش اسرائيل. تركيا التكنولوجيا بتاعتها من اقوى من اسرائيل. ازاي بقى عايز تقول لي ان انا اسيب تركيا واروح لاسرائيل؟ اولا تركيا يجمعني بيها ديانه اسمها الاسلام، اذا كانت مضايقاك يا عماد يا اديب انت حر. لكن الاهم من ده ان تركيا ما يجمعنيش بيها طار ولا دم. لا ابوك ولا عمك يا عماد ولا خالك اتقتل في 5-6 حروب مع اسرائيل. ثانيا انت ما جربتش من تركيا انها ادتك وعد او مضت معاك اتفاقيه سلام ولحستها زي كامب ديفيد. ده على المصالح زي بيقول عمير عفيفي، لكن حتى على القيمه يا راجل ايهما اولى ان انا اتضامن معاه؟ وهل يا عماد اي حد يديني فلوس اقلع له ملط وابيع له ديانتي وشرفي؟ القيمه يا عماد، حتى لو افترضنا وده مش حقيقي ان اسرائيل اقوى، هل معنى كده يا عماد ان اي حد ممكن يشتري بفلوس؟ هل معنى كده يا عماد انك انت ممكن تبيع دينك وعرضك وشرفك لمجرد ان جالك خواجه باع لك الفلوس او اداك فلوس فتتخلى عن كل معتقداتك وقيمك لمجرد انك انت هتاكل وتشرب؟ العرب زمان قالوا يا عماد تموت الحره ولا تاكل بثدييها. واضح انك انت مالكش علاقه بالقصه دي خالص. لكن هقول لك على حاجه، إذا كنت عايز تبشرنا في المقال بأن احنا دولة ضعيفة ولازم نروح لدولة قوية، فعندك دولة اسمها تركيا أقوى بكتير من إسرائيل. لو تضامننا مع تركيا ولو عرفنا نحل المشكلة مع تركيا، أنا بوعدك إن هيبقى تضامننا معاها أقوى بكتير جدا، وهيبقى المشروع المضاد اللي أنت بتطلبه تقول ما عندناش مشروع مضاد لإسرائيل، هيبقى ده المشروع المضاد. لكن للأسف أنت زيك زي توفيق عكاشة، بس توفيق بيكلم الشعب أو شعبي وانت مطرب كده زي تامر حسني وعمرو اديب وعمرو دياب، كلاكم بيحاول يهيئ الشعب عشان يقبل بالمشروع اللي عمله عامر عفيفي، مشروع النيو ستيت سوليوشن، الدوله الجديده، الدوله اللي هتقتطع من سيناء 10% اللي السيسي دلوقتي شغال عليها من 4 سنين والسيسي شغال على ده. مش مهم، لكن قبل ما اختم بس عايز اقول للسيسي والعماد اديب وللاخ اسمه ايه ده؟ توفيق عكاشه، ان انتوا بتحاربوا من اكتر من 40 سنه عشان تغيروا الشعب المصري، لكنه ما اتغيرش ومش هيتغير. الشعب المصري بيكره اسرائيل. مهما انتوا قلتوا وعملتوا الشعب المصري بيكره اسرائيل. ودلوقتي بقى قبل ما اختم باثبات ان الشعب المصري بيكره اسرائيل، عايز اقول بس رساله لكل ضابط جيش. لكل ضابط جيش بيحارب الارهاب في سيناء، مش هقول لك انت غلط ولا صح، هقول لك انت بتحارب بوطنيه عشان بلدك. لكن دوري هنا ان اقول لك خلي بالك ان تضحياتك دي ممكن تكون مجرد ترس في مركنه كبيره انت مش شايفها. ومش هقول لك ان كلامنا النهارده صح ولا غلط، بس بقول لك حاجه بسيطه قوي، فكر بالراحه وخد قرارك براحتك. اوعى تكون ترس في مكنه هدفها تسليم أراضينا للصهاينة. رسالة للقاضي اللي بيحكم بالحديد والنار عشان خاطر السيسي، أو ضابط شرطة بيعتقل ويعذب ويقتل عشان السيسي، حتى لو كنت بتعمل كده وانت فاكر انك بتحمي بلدك من أعداء الوطن زي أحمد سبع الليل في البريء، وحتى لو كنت بتعمل كده كرها في الإخوان أو كرها في الثورة، اكره الإخوان براحتك واكره الثورة براحتك زي ما انت عايز، لكن اوعى تكون خيط في شبكه كبيره انت مش شايفها، شبكه بتحقق مصالح الصهاينه
وتندم في الاخر في وقت ما ينفعش فيه الندم. فكر فكر بس، مش هطلب منك تصدقني او غيره، لكن فكر.